سائدة شحادة متزوجة عندي 3 أطفال خريجة خدمة اجتماعية وتنمية أسرية. أنا تخرجت في سنة 2010 ولكن لحتى الآن من 13 عام وأنا حلمي أني أنا أشتغل وأدخل في مشروع العمل، لكن لم يتوفر لي هذا بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي في غزة. أنا لدي 3 أطفال، يعني مش كل شيء بقدر أنا أوفر لهم إياه. يكون طبعاً أبسط حقوقهم إنهم يكون لديهم مصروف مدرسي يومياً، إنهم يحصلوا على سندويشة معينة يومياً، يكون يعني حياتهم يعني أفضل يعني كحياة أي أطفال يعني عايشين خارج قطاع غزة. أنا عانيت من مرض كانسر الثدي في سنة 2020، وطبعا كانت العلاجات مكلفة جدا جدا جدا. يعني أنا المفروض إنه كوصف الأطباء إنه أنا لازم المياه اللي أحصل عليها هي مياه مغلفة ونظيفة بشكل يعني ثابت في بيتي. في الشتاء طبعا والله لا ما عندناش يعني مدفأة، إحنا لا يوجد لدينا مدفأة. بالصيف نفس الحاجة، لا أمتلك هواية كهربائية، لكن ما فيش كهرب إنك تشغلها أو تقعد عليها، فحياتنا خلاص بتكون سبحان الله لا في صيف مرتاحين ولا في شتاء مرتاحين. يعني لم يعني هذه هي أبسط حقوق إن أنا ممكن أحصل عليها، ولكن هي من حق، لكن أصبحت أحلام إن أنا أحصل على فرصة عمل، إنه أنا أحصل على بيت يكون يعني يتسع لأطفالي ويتسع لاحتياجاتي وحقوقه. قديش عمرك يا سعيد؟ 35. 35 سنة حققت إيش من أحلامك؟ لم أحقق أي شيء سوى أني أنا تزوجت وخلفت.